قال عليه الصلاة والسلام: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا حصرهم بكم؟ 30. جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء: قريبون من 30. جاء في مسند الإمام أحمد عنه عليه الصلاة والسلام أن عددهم 27 منهم 4 نسوة. وهنا يأتي إشكال، وهو أن من ادعى النبوة أكثر من هذا العدد، الواقع يشهد بهذا. فالجواب عن هذا أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في حصرهم بهذا العدد إنما هو في حق من له شوكة وأتباع وظهور. أما من يدعي النبوة من غير أن يكون له أتباع كثر أو من غير أن تكون له شوكة ومنعة فإنه غير داخل هنا، لأن من له شوكة ومنعة وأعداد يكون له أثر كبير في ماذا؟ في الأمة.